واش بنتي شمعتيش حماب ولفاف؟ السلام عليكم. كنا كنعرفوا اننا اكبر شعب عزيز عليه الترقاع والحلول الترقيعيه. وفين كيبان هاد الترقاع؟ في دوك الطرقان اللي عندنا تبارك الله. الطرقان عندنا فاش كيصاوبوهم تقول كيصاوبوا شي طبسيل ديال الزفه، كيدير لك واحد شويه ديال الزفت ويدردر فوقه شويه ديال المزرار، يقول لك احنا صوبنا شانطي. والو شعب غشاش. وغير كتجي الشتاء الشانطي كله كيطير والطرق كتولي بحال ضربه هاد التونيا. خصهم يقاووا الزفت. دابا كيديروا التراب ناشف شي عا كتصب عليه الشتا كينوض. داكشي مع الصلاح، الا صلحوه كيصبر، ما صلحوش راه تجي شي شتا مزيانه بحال ديال طنجه كان هنا. يا ربي واش ما عيناش من هذا الغش؟ خلاص راه ولا دابا مستحيل انك تمشي في شي طريق وما تلقاش فيها الحفاري. وصاحبي انت ما تكبرش الموضوع، هذوك راه غير الحفاري ديال الزين. والله الا نضر حفاري ديال الزين انا كيبان لي الصراحه، والله الا خصنا دوك الحفاري ندرسوهم. بغيت نعرف مثلا دوك المستكشفين ديال البرنامج ديال امودو، بالهم فداك التكرفيس كله كيتقطع عليه حتى للجبال باش يقلبوا على دوك المغارات. بالهم فداك التكرفيس كله يجيو يكتشفوا غير ديك الحفاري الطبيعيه اللي حبانا بها الله اللي عندنا في الطرقان ديالنا. اما الجماعات ديالنا ما مسوقاش، والنهار اللي تشوفهم مشاو سدوا شي حفاري في شي طريق عرف بلي شي ميزانيه دازت تما، فعرف بلي غير كيزفتوا الحفاري من هنا راه كيزفتوا جيوبهم من هنا. هادو بطبيعه الحال اش درنا هما الطرقان ديال المدن. اما اللي جينا نهضروا على الطرقان ديال البوادي فقصة اخرى. في العروبيات كتلقى الطريق ديزا بحال شي سطر ديال النفحه، رقيقه وكاع موكوله من الجناب، كتلقى الطريق مفرمه والاغلبيه ديال الطرقات غير ورثناهم من عند الاستعمار وبقاو تما وصافي. وبطبيعة الحال هاد الحالة المزرية ديال الطرقان ديالنا لاش كتأدي؟ حوادث السير بطبيعة الحال ولينا كنشوفوها يوميا في الزنقة وفي التلفازة ديالنا. لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادثة سير في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم أخرى بحرب الطرق بالمغرب، حيث اصطدمت حافلتان للنقل العمومي سير المفجعة التي وقعت بالطريق المتوسط عندما اصطدمت حافلة للعمال بحافلة أخرى في حادثتي سير وقعت أمس بحادث سير وقع أمس على مستوى جماعة أمس كرود. حوادث السير تتسبب في خسارة كبيرة الى درجه ان هذاك السيد ولا عندنا شيء عادي، والحمد لله لاول مره كنتكاسوا الاولين في شي حاجه، مكلاسين السادسين في الحوادث السير في العالم، ويوميا كتموت اكثر من 10 ديال القتلى بسبب هذه الحوادث. ولكن ما نساوش بلي راه ماشي غير البنيه التحتيه هي سبب في هذه القتلى كلهم، بل حتى العقليه ديال كحل الراس. المغاربه عندنا ما عندش بالهم انهم راه كيسوقوا، عند بالهم راه لاعبين جي تي اي. كحل الراس عندنا ما مربيش، ما كيعرفش شي حاجه سميتها القانون، والاغلبيه ولاو كيشدوا البيرمي بالرشوه. تاش من البيرمي اصلا كندوزوا نورمالمون البيرمي كيدوز بهذا الشكل. إذا سيادنا اليوم غنتعلموا أول درس في السياقة، وهو أن السياقة عبارة عن سلوك تربية وأخلاق. حنا المغاربة كنشوفوا البيرمي بهذا الشكل، لو كود روسو لو الكود جلالي حيد عليا، إشارات المرورية حيد عليا، قواعد السياقة حيد عليا. كاين مبدأ واحد وأساسي للسوقان في المغرب وهو التروفيل. التروفيل ولا هو المبدا الاساسي في السوقان عندنا. السائقين ما كيحترموش بعضياتهم، الا غفلتي طارت عينك وكل شيء زربان زربان. علاش هادشي كله؟ باش بنادم يوصل بالزربه للقهوه ويتكسل فيها سته السوايع. التربيه عندنا زيرو. واحد القضيه اللي كنلاحظها بزاف عندنا وما كايناش في بلدان اخرى هي ديك الروينه اللي كاينه فوق التروطوارات. وليتي كتلقى التروطوار عامر مالي الفراشات، الكرارس، القهاوي، البنايه، الحفير، وحتى الطوموبيلات والماطر. وعلى هذا الحساب الناس فين كيتمشاو؟ في وسط الشانطي بطبيعه الحال. يا وسيدنا علاش ما نزفتوش التروطوارات تمشي فوقهم الطوموبيلات وناس نهبطوا يتمشوا فوق الشانطيات؟ انا واحد القضيه ما بغاش تفهم ليا، علاش الجماعات كلهم اتفقوا وناضوا صوبوا لي رون بوان في كاع الدخلات ديال المدن ديال المغرب؟ شي خصات وشي بولات ونافورات عرفت منين نبد داكشي؟ وليتي صاحبي كتجي داخل المدينه ديالك كتنوى تتقول واش مدينتي هادي ولا غير تلفت ولا اش واقع؟ اما شي مدن بقاو فيها مساكن الناس ديالها ما عندهم فين يمشيو، ما كاين لا جرادي لا منتزهات لا والو. في نظركم فين ولاو كيخرجوا كيدوزوا الوقت؟ يعرف خروج المواطنين للتنزه باحدى الفضاءات التي تقع في ملتقى للطرق. هذا المكان يشكل خطرا بسبب السيارات التي تملا الطريق، الا ان الساكنه مجبره على ارتياد هذا الفضاء نظرا لغياب اماكن بديله. جبنا عندنا رون بوان فين كنقدروا نفسو شويه. فاطنا فاطنا وسوقي سوقي دوك الدراري جيبوا داك الخبز، يلاه نمشيو نديروا النوزه في رون بوان يلاه. ومشاكل في هاد البلاد وصافي. وكالعاده وغير قولوا العام زين سيرنا حلقه سلاز. كالعاده ما تنساوش نتلاقوا بالموقع ديالنا h24info.ma وما تبخلوش علينا بواحد السبسكرايب صغير ورا القناه. نتلاقوا في الحلقه الجايه ان شاء الله.